أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ هنبدأ دلوقتي حلقة مهمة وخاصة من حلقات الإدمان. ناس كتير هتبقى مستغربة ان هي ازاي اصلا بتصنف إدمان، ولكن دي الحقيقة الصادمة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. احنا اتكلمنا مع بعض عن إدمان النيكوتين في التدخين، وإدمان المخدرات، وإدمان الكحول، واتكلمنا عن إدمان المواقع الإباحية والعادات السيئة وهكذا. النهاردة بقى هنختم المنظومة دي بنقطة مهمة جدا، وهي إدمان السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت بوجه عام. واحد يقول لك هو ازاي اصلا الانترنت يكون ادمان؟ هقول لك ايوه، من الامراض الجديده يا جماعه اللي اثبتت علميا مرض باسم انترنت ادكشن ديس اوردر، معناها مرض ادمان الانترنت. طيب يعني معقوله بقى ادمان؟ ايوه، لان قلنا يا جماعه ان الادمان سلوك، الادمان ما هوش مرتبط بالمخدرات فقط، ولكن لما يكون في شيء معين انت متعلق بيه تعلق شديد وتعلقك بيزيد بيه أول بأول وما بتقدرش إنك توقف نفسك عنه بل بيزيد، فده بيعتبر إدمان. طيب واحد يقول لك طب أنا أعرف منين أنا عندي فعلا إدمان سوشيال ميديا أو إنترنت ولا لأ؟ قال لك ببساطة بنعرفها عن طريق عدد الساعات اليومية اللي انت بتقضيها على الإنترنت. دلوقتي المفروض إن عدد الساعات اليومية اللي بنقضيها على الإنترنت ما يزيدش عن 4 ساعات يوميا، برينج 28 ساعة في الأسبوع. ولكن لو احنا عندنا عدد الساعات زاد عن 35 ساعة أسبوعيا، فبعض الأطباء بيقولوا ان احنا كده نكون مصابين بإنترنت أدكشن ديس أوردر، إدمان الإنترنت أو إدمان السوشيال ميديا. طبعا بيخرج عن الكلام ده الناس اللي شغلهم أصلا على الإنترنت زي السوشيال ميديا سبيشالست والناس اللي ماركتيرز والديجيتال ماركتينج وهكذا، فده شغلهم أصلا عليه فليهم 8 ساعات شغل ثابت عليه. لا، احنا بنتكلم على اللي بيبقى ده وقت بالنسبة له ضايع في البراوزنج بس، وقاعد على النت بيتصفح وخلاص من غير هدف معين. لما يكون أكتر من 5 ساعات يوميا، يعني أكتر من 35 ساعة أسبوعيا، فده بيبقى مدمن للسوشيال ميديا. واحد يقول لك طب أنا أعرف منين عدد الساعات اللي أنا بقعدها على الإنترنت؟ دلوقتي في أبليكيشنز متخصصة في الموضوع، زي أبليكيشن اسمه كواليتي تايم. ابلكيشن كواليتي تايم ده يا جماعه بمنتهى البساطه انت بتعرف عدد الساعات اللي انت قاعدها على الموبايل بالظبط، بل بيحدد لك كمان انت قاعد كام ساعه على الفيسبوك وكم ساعه على الواتساب وكم ساعه على الماسنجر وكم ساعه على جوجل وهكذا، عشان تعرف استخدامك واستهلاكك للانترنت عامل ازاي. احنا شخصيا بنسمي الابلكيشن ده في احلى شباب واحنا بنتابع القاده بتوعنا بنسميه ابلكيشن الفضيحه، لان احنا بنعرف بيها كل واحد بيقعد قد ايه. وطبعا ما ينفعش رغم الشغل الكتير للفريق ان هو يعدي 35 ساعه اسبوعيا ابدا. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا عاوزين نقولها يا جماعه، لو واحد اكتشف ان هو فعلا عنده ادمان للانترنت او ادمان للسوشيال ميديا يعمل ايه؟ اول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمرض، ان انا اعترف ان انا عندي فعلا ادمان للسوشيال ميديا. دي اول حاجة الاعتراف. تاني حاجة ان انا ادرك خطورة الموضوع ده، ان انا فعلا في حالة ادمان. مش لازم عشان اكون مدمن سوشيال ميديا ان يبقى تحت عيني ازرق وبتلوى في الارض من غير موبايل، لا، انت في حاجة معينة اسراك ومكبلاك. في صورة مشهورة لموبايل واحد ماسكه كده وكأن فيه كلبشات مكلبشة فيه، في ناس حياتها كده، بل في ناس بيبقى بيسيئوا استخدام الجزء الحامل، الحلقة اللي بتركب في الكفر بتاع الموبايل من ورا اللي بعض الناس بتستخدمها عشان السيلفي. خلاص في ناس بقى بالنسبة لها ده كلبش، الحلقة دي ربط ايديها في الموبايل ليل ونهار والموبايل ما بيسيبش ايدها، سواء لسبب او لداعي او ضرورة او من غير سبب، ودي مشكلة كبيرة جدا لازم ناخد بالنا منها يا جماعة.
انا شخصيا ما بحبش الكفر اللي بيبقى فيه الحلقه ده، وما انصحش ان حد يستخدمه خالص، ولا السنده ولا الغيره، عشان ما تفضلش على طول ايدك متعلقه في الموبايل. خلي يا عم السبحه بتاعه الذكر تكون هي اللي متعلقه افضل. طيب، فقلنا اعرف واعترف باني فعلا عندي ادمان سوشيال ميديا، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا اعرف خطوره المشكله. رقم ثلاثة ان انا اطلب المساعدة، ان انا اقول يا جماعة بعد اذنكم ساعدوني، انا عندي مشكلة حقيقية، انا سمعت حلقة معينة وعرفت ان انا عندي ادمان للسوشيال ميديا، قولولي اعمل ايه. وعايز اقول لكم يا جماعة ان من اكتر الناس اللي بيساعدوا في الموضوع ده الاهل، خصوصا الام. تخيل لو بنتي كده في ثانوية عامة او ايام الامتحانات جاي بتقول يا ماما انا اكتشفت ان انا عندي ادمان سوشيال ميديا، يا ماما ساعديني. هتقول لك يا لهو يا بنتي انت عندك ادمان، لا ده احنا لازم ناخد الموبايل بقى. وهتلاقي هي هتساعدك في علاج الادمان ده كويس قوي، وهتاخد منك الموبايل اوقات المذاكره، وهتديهولك في البريكس والفواصل ما بين ساعات المذاكره وبعضها. فالموضوع ده فعال جدا، والامهات ما شاء الله بيتوصوا فيه كويس جدا جدا ما شاء الله. طيب انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه برضو، عشان احنا وقت الحلقه مش هيكفي ان احنا نقول كل النقاط، عايز ادلكم برضو على محاضره انا كنت اديتها في المؤتمر التاسع للادمان في كليه الطب جامعه المنصوره، قدام اساتذه لاقسام الادمان في كليات طب جمهوريه مصر العربيه. وكنت اديت المحاضره بعنوان ادمان السوشيال ميديا 33 علاج عملي وفعال لعلاج السوشيال ميديا، وكنت عملت ليها ملخص في فيديو على الفيسبوك فيديو لايف، ممكن برضه ابقى احط لكم اللينك بتاعه او اسالوا عليه في الكومنتات ونحط لكم اللينك، فممكن ان انتم ترجعوا لي وتشوفوا باقي النقاط. وانا عايز خلال الحلقه اركز معاكم على النقاط الاساسيه. فقلنا بعد الاعتراف بالمشكله وادراك خطوره المشكله وطلب المساعده، عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي حاجه اسمها بلوك اوت تايمز. ايه المقصود بكلمه بلوك اوت تايمز؟ ان لازم يكون في وقت معين في اليوم انت ما بتفتحش فيه الموبايل خالص ومركز فيه وحطه على جنب. طب انا احدد الوقت ده ازاي واعرفه ازاي؟ في حاجه مشهوره اسمها انرجي جراف. الانرجي جراف ده عباره عن رسم بياني بيمثل نشاطك خلال اليوم من اول ما بتصحى لحد ما بتنام. يا ترى ايه هي انشط الاوقات اللي انت بتكون فيها، وايه الاوقات اللي نشاطك فيها بيقل؟ المفروض ان الانسان الطبيعي اللي بينام بالليل وبيصحى الصبح وهرموناته بتفرز بشكل طبيعي، المفروض ان افضل فتره فيها نشاط هو الفتره اللي بيفرز فيها هرمون الكورتيزول في الفتره من 6 صباحا ل 10 صباحا. فتره البكور، واحنا عندنا حلقه مخصوص حلقه رقم 13 عن همه البكور. فدلوقتي يا جماعه المفروض ان الوقت اللي بعد صلاه الفجر ده مش وقت يضيع على السوشيال ميديا ابدا ولا على الموبايل ابدا، واغلب الناس هيكونوا مش موجودين. فالوقت ده المفروض يبقى الوقت بتاعك، بيسموه بلوك اوت تايم، الوقت اللي انا قافل فيه اي سوشيال ميديا واي موبايل وقاعد مركز سواء في وردي، في قراني، في مذاكرتي، في الحاجات بتاعت الطقوس الصباحيه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في المورنينج ريتشوالز في حلقه رقم 13. لازم نكون مركزين في الحاجات دي، ولازم تحدد لنفسك وقت الموبايل مقفول فيه تماما كده ومحطوط على جنب، الى جانب ان مفيش اي مانع ابدا ان يكون في اوقات معينه انت عامل سويتش اوف، قافل الموبايل تماما وانت نايم، حتى ما تحطش نفسك في المجال الكهرومغناطيسي بتاع الموبايل والكلام ده، وتحاول قدر الامكان ان يكون في اوقات معينه انت قافل فيها الموبايل. وحاول على قد ما تقدر انك تقلل الفتره اللي انت متوصل فيها بالنت طالما ما انتش في ضروره، حتى توفر باقه. يعني لو انت بره، بدل ما يبقى بيانات الهاتف اللي هي الموبايل داتا مفتوحه وقاعده بتسحب منك على الفاضي وانت كل شويه نوتيفيكيشن وتخش على النت، لا، طول ما انت بره اقفل بيانات الهاتف اللي هي الموبايل داتا، ووفر وقت وجهد. وطول ما انت في البيت والواي فاي شغال وكل شويه ترن وتخش تشوف في ايه النوتيفيكيشن ده، ترن وتخش تشوف ايه اللي بيحصل ده، لا، طول ما انت في البيت وانت ما انتش محتاج الموبايل في حاجه دلوقتي اقفل الواي فاي. يبقى اقفل الواي فاي جوه البيت واقفل الموبايل داتا بره البيت طالما مش محتاج الموبايل، لما تحتاج الموبايل ابقى اعمله، تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده انك حاول تغير منظورك للموبايل. دلوقتي يا جماعه اكبر مشكله ان بسبب الاوبشنز الكتير اللي عادت موجوده في الموبايلات، فبقى في ناس كتير الموبايل بالنسبه لها ده
هو حياتها. فالموبايل ده هو المنبه اللي بيصحيها، وهو الكتاب اللي بتذاكر عليه، وهو اللي بتتفرج عليه على الفيديوهات، وهو كذا وكذا وكذا. فأكبر مشكلة إن تعدد الأوبشنز اللي موجودة في الموبايل خلت ناس معينة اعتمادها الأساسي والرئيسي على الموبايل. فده بشكل طبيعي ومنطقي جدا عمل تعلق كبير ما بين بعض الناس وما بين الموبايلات، والموضوع ده لازم يتعالج. محتاجين نعيد نظرتنا تاني للموبايل، إنه هو وسيلة اتصال يا جماعة. والله هتلاقي إنه أبائنا وأمهاتنا الأصل عندهم في موضوع الموبايل يقول لك يا عم أنا عايز أي موبايل، أنا عايز حتة حديدة بتقول ألو. نفتكر يا جماعة إن الأصل في الموبايل إنه للاتصال، إنك الناس تكلمك عليه مش لباقي الحاجات التانية. فمحتاجين نغير منظورنا للموبايل شوية ونرجع للأصل، إن الأصل في الموبايل للاتصال، ونحاول قدر الإمكان نقلل اعتمادنا عليه. يعني بدل ما يكون هو المنبه بتاعك اللي بيصحيك، لا، خلي عامل المنبه الكبير ده هو اللي ما فيهوش سنوز، ده هو ده اللي بيصحيك وهو ده اللي بيظبط، ولا فيه غفوه ولا بتاع. بدل ما يبقى كل قراءتك ومذاكرتك عليه، لا، ذاكر على الكمبيوتر او على التابلت، يكون هو اللي عليه بي دي اف او من الكتب نفسها او القراءه عليه. حاول قدر الامكان تقلل اعتمادك عليه. مهم جدا انك تشيل الالعاب. حاول، عايزين نعمل بقى حمله تطهير من الموبايل. واحد يقول لك العاب ده انا حياتي الكاندي كراش، او واحد يتحجج لك بقى، واحده تقول لك ده انا والله الالعاب عشان عيال الصغيرين. لا، هاتي لهم حاجه تانية يلعبوا فيها غير موبايلك، حتى عشان ما يدخلوش على جروبات الشغل ويبوظوا لك الدنيا، وتقعدي كل شويه تدخلي جروبات الشغل وتقولي انا اسفه والله ده البنت الصغيره هي اللي كتبت وتعتذري. فكي نفسك من الاحراج ده، وما تديش الموبايل بتاعك لطفل صغير، وشيلوا من عليه الالعاب وما تضيعوش وقتكم عليه خالص. نبدا اول حاجه بحملات تطهير الفيسبوك. لازم تاخد بالك ايه الصفحات اللي انت عامل لها لايك، وايه الجروبات اللي انت موجود عليها، لان للاسف احيانا ممكن يكون معمول لك اوتو لايك اوتوماتيكي تلقائي مش انت اللي عامله، لصفحات غلط وحاجات مش كويسه وموجود في جروبات ملهاش لازمه. فلا، لازم تراجع الاكونت بتاعك كويس قوي، وتعمل ان لايك عدم اعجاب بالصفحات اللي انت مش عايزها، وتعمل ليف خروج من الجروبات اللي ملهاش لازمه وانت مش مهتم بيها. ومهم قوي بقى انك تراجع الناس اللي انت عامل لهم فولو، عامل لهم متابعه. اكبر مشكله انك ممكن تكون عامل متابعه لناس تافهه جدا او ناس محبطه جدا، بتضيع وقتك بفيديوهات تافهه وحاجات تافهه كل شويه. فلا، حاول تقلل متابعتك للصفحات الاخباريه والصفحات بتاعه الاكل والصفحات بتاعه الوصفات والطلبات والدليفري والكلام ده، كل ده بيضيع وقتك على الفاضي وبيعمل لك ادمان ملوش اي لازمه. حاول انك تركز في الموضوع ده، ولو الحوار اكبر من انه يتعالج خلاص اعمل اكونت جديد، خصوصا لو كان الاكونت القديم ده ما هواش ليه تاثير كبير على ناس كتير او مش عليه شغل كبير، فده يبقى اسلم. طيب تاني حاجه الواتساب، نصيحه، امسح الواتساب ونزله تاني. هتلاقي نفسك خرجت من كل الجروبات اللي ملهاش اي لازمه، وترجع بقى تقول لهم ضيفوني في الجروبات المهمه بس. صدقوني الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا، وهتلاقي نفسك موجود في الجروبات المهمه بس، ومش كل شويه تن جمعه مباركه، تن السلام عليكم، تن فوائد المش عارف ايه، 10 اضرار للي مش عارف ايه. لا، سيبك من القصص دي خالص، وخليك في الحاجات المهمه بس. ثم لو انت ليك اكونتس على مواقع للسوشيال ميديا مش فعاله بالنسبه لك، الغيها. يعني انت لو مهم بالنسبه لك الفيسبوك اوكي، مهم الواتساب اوكي، مهم عندك بعض اللينكد ان عشان الشغل اوكي، انما لو انت الانستجرام مثلا عندك مجرد انك بتقعد تكراش على صور ناس، وانت تقعدي تبصي على صور ناس معينه، لا، فده هيبقى ضرره اكبر من نفعه، وهكذا. في النهايه يا جماعه، اتمنى ان انتم تكونوا خدتوا خطوات فعاله وعمليه لعلاج ادمان السوشيال ميديا. ولو عايزين باقي ال 33 دوروا على الفيديو اللي فيه 33 علاج فعال لادمان السوشيال ميديا. عادة من أهم العادات اللي هتفرق معانا لو غيرناها، ونكون استفدنا من برنامج همة الموسم الثالث في تغيير العادات، إن احنا نغير عادة إدمان الموبايل وإدمان السوشيال ميديا، نتخلص من أسوأ عادة في إنك آخر حاجة بتبص عليها على الموبايل قبل ما تنام، آخر حاجة بتعملها قبل ما تنام إنك بتبص على الموبايل. واحد يقول لك والله ده أنا بعاير المنبه، ما قلنا عاير المنبه الكبير، لا، أنت بتخش تبص على صور وتعمل حاجات وتشتت دماغك قبل ما تنام، وأول ما تصحى من النوم شوف بقى ايه الشبكه جابت ايه، الصوره اللي انت عاملها جابت كام لايك، مين قال لك ايه، مين بعت ايه. انت مضيع عمرك واغلى وقت اللي قبل ما تنام واول ما تصحى بالموبايل. عاده سيئه لازم نتخلص منها تماما، ونتمنى ان احنا نتخلص من
ادمان السوشيال ميديا على قد ما نقدر، نشد حيلنا، نغير عاداتنا. جزاكم الله خيرا، نتقابل بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكر ودعاء فيك وتسبيح، وصدور يسكنها القرآن، وتضيء لياليك تراويح، فنربي النفس على الإيمان.